السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، ونلتقي اليوم إن شاء الله في درس جديد من دروس مادة العلوم والتقانة مع درس الأحماض والقواعد. درس النهاردة من الدروس المهمة جدا، لأن احنا بنستخدم في حياتنا اليومية العديد والعديد من الأمثلة للأحماض والقواعد. يعني مثلا عندي هنا الخل والليمون، ممكن تكون أحد الأمثلة للأحماض اللي بستخدمها في حياتي اليومية. وأيضا كمان عندي صابون وسائل تنظيف الصحون كأمثلة للقواعد. إذن بستخدم الأحماض والقواعد في حياتي اليومية. في درس النهاردة هنتعرف على معلومات جديدة للأحماض والقواعد، وإزاي نقدر نكشف عن بعض المحاليل المختلفة ونصنفها إلى أحماض وقواعد. ويلا مع بعض نشوف محتوى درس النهاردة إن شاء الله. في البداية عايزين نعرف الفرق بين الأحماض والقواعد. ناخد بالنا من حاجة، إن هنا عندي مش ممكن أقدر أميز بين الأحماض والقواعد باستخدام الحواس زي التذوق. مش معنى إن الخل والليمون من الأحماض أنا ممكن أتذوقها، زي ما في أحماض مقبولة في أحماض خطيرة جدا، وكذلك الأمر في القواعد. يبقى عندي هنا لازم ألجأ لطريقة تحميني من خطر الأحماض والقواعد، لأنها تعتبر مواد آكلة ولها تأثير كاوي على الجلد. في الجدول اللي هندرسه مع بعض دلوقتي بعض الصفات اللي بتفرق ما بين الأحماض والقواعد، زي الطعم. طبعا الأحماض طعمها حامض والقواعد طعمها قابض. الملمس، كلاهما له ملمس زلق أو الملمس الصابوني. هنا لما أفرق ما بينهم ممكن أستخدم ورقة عباد الشمس. طبعا مع الأحماض بتتحول ورقة عباد الشمس إلى اللون الأحمر، وفي القواعد بتتحول ورقة عباد الشمس إلى اللون الأزرق. كلاهما له تأثير كاوي على الجلد. مثال زي ما قلنا الخل أو الحمض اللي موجود في بطارية السيارة، ومثال القواعد زي منظف الأفران أو ممكن الصابون. بكده قدرت أفرق بين الأحماض والقواعد، ونظمت معلوماتي على شكل جدول علشان تكون معلوماتي دايما ثابتة وحاضرة معايا. النقطة اللي بعد كده هننتقل مع بعض نشوف الكواشف الكيميائية. زي ما قلنا ان انا ما اقدرش افرق بين الاحماض والقواعد بمجرد التذوق او استخدام حواسي، زي ما قلنا انها مواد كاوية ولها تأثير سلبي، فبالتالي بلجأ الى وجود بعض المواد سميناها الكواشف الكيميائية. المادة دي بيتغير لونها لما بتكون في وسط حمضي او بتكون في وسط قاعدي، زي مثلا اوراق عباد الشمس اللي هي الأوراق الشهيرة جدا اللي موجودة في كل مختبرات العلوم. هذه أوراق بتتحول للون الأحمر في الوسط الحمضي وفي اللون الأزرق في الوسط القاعدي. عندي كمان أوراق الشاي، لو وضعت عليها بعض قطرات من الليمون طبعا لون الشاي بيتغير، ولو وضعت عليها بعض من مسحوق بيكربونات الصوديوم الشاي أيضا لونه بيتغير. عندي مثال آخر زي أوراق الملفوف الأرجواني، أيضا نفس الكيفية، بتتغير أوراق الملفوف للون الأحمر إذا كان الوسط حمضي، وكمان ممكن لونها يتحول إلى الأزرق والأخضر في الوسط القاعدي. وأخيرا معايا الأزهار الكوبية، الأزهار دي مميزة جدا لدرجة إنها ممكن تتحول للون الأحمر لما تكون التربة حامضية، وتتحول للون الأزرق إذا كانت التربة وسطها قاعدي. الكواشف اللي إحنا ذكرناها دلوقتي فقط بتحدد لي إذا كانت المادة حمض أو قاعدة، أما تعيين درجة الحموضة بالتحديد فمش بتمكنني الكواشف من معرفتها، فبالتالي بستخدم مقياس الرقم الهيدروجيني، ودي الطريقة اللي بتمكنني من معرفة درجة حموضة كل محلول من المحاليل اللي موجودة معايا، وده اللي هنتعرف عليه في الدقائق القادمة إن شاء الله. ده هنا مقياس الرقم الهيدروجيني. مقياس الرقم الهيدروجيني بيبقى تدريج من 0 إلى 14 على حسب تركيز أيونات الهيدروجين. من 0 ل 14 منتصفهم رقم 7. المحلول اللي بيحمل رقم هيدروجيني 7 بنصنفه إنه محلول متعادل، زي مثال المية. المحاليل اللي أقل من 7 دي بنصنفها على إنها أحماض، أما المحاليل اللي أكبر من 7 فتصنف على إنها قواعد. أقوى المحاليل اللي بتحمل الرقم هيدروجيني 0 أو 1، أقوى القواعد اللي بتحمل رقم هيدروجيني 13 و 14. زي ما احنا شايفين معانا أمثلة كثيرة ومتعددة لمواد مختلفة ولها أرقام هيدروجينية مختلفة، وبالتالي بتختلف نوع المحلول إذا كان حمض أو قاعدة. نقدر نلخص معلوماتنا عن مقياس الرقم الهيدروجيني ونقول
ان الرقم الهيدروجيني عندي مقياس خوارزمي، بمعنى انه هنا بيبقى مضاعفات العدد 10. يعني مش معنى ان مثلا الليمون والخل الفرق ما بينهم رقم هيدروجيني واحد، لا، الفرق ما بينهم 10 اضعاف. ده معنى كلمة مقياس خوارزمي. المحلول المتعادل قيمة الرقم الهيدروجيني له 7. المعلومة التانية اللي نعرفها، أقوى الأحماض زي ما قلنا الرقم الهيدروجيني 0 أو 1، والأحماض عندي بتكون بداية من 0 إلى 7، يعني 6.9. أما عندي القواعد بتكون من الرقم الهيدروجيني 7.1 حتى الرقم الهيدروجيني 14، وبيكون أقوى القواعد عندي لها رقم هيدروجيني 14. حاجة أخيرة إضافية ممكن نعرفها، إن عندي هنا الحمض اللي موجود في بطارية السيارة ومنظف الأفران تأثيرهم خطير جدا إذا ما استخدمها الإنسان بدون ما يتبع الإرشادات المناسبة للتعامل مع هذه المواد، لأن لها تأثير كاوي جدا وحارق على الجلد. المحاليل القريبة من رقم 7، درجة الحموضة ودرجة القاعدية متناسبة، ممكن ما تأذيش الإنسان وتسبب ليه ضرر كبير. آخر شيء بنتعرض ليه هنا قبل ما نذهب للمختبر الافتراضي، عندي هنا تفاعل التعادل. تفاعل التعادل من التفاعلات المشهورة جدا مع الأحماض والقواعد، لأنه ببساطة عبارة عن تفاعل حمض مع قاعدة بينتج لي ملح وماء. أشهر الأحماض زي حمض الهيدروكلوريك، وأشهر القواعد زي هيدروكسيد الصوديوم، في حالة اتحادهم مع بعض بيديني ملح كلوريد الصوديوم زائد ماء. المعادلة الكيميائية دي مش مجرد معادلة، لا، ده أنا بستخدمها في حياتي اليومية وبشكل متكرر كمان. مين فينا في أكلة سمك طيبة ولذيذة ما يقدرش يستخدم الليمون مع السمك؟ أكيد بنستخدم كلنا الليمون مع السمك، ده في طبيعته تفاعل من تفاعلات التعادل. تفاعل الحمض اللي هو الليمون مع السمك اللي هو قاعد شوية بينتج لي نوع من أنواع تفاعلات التعادل. وأيضا ممكن أستخدم معجون الأسنان لعلاج حرق بسيط أو لسعة من لسعات النحل، ده أيضا تفاعل من تفاعلات التعادل. حياتنا كلها عبارة عن كيمياء إذا تأملنا ونظرنا فيها بتأمل وتمعن. دلوقتي معادنا مع المختبر الافتراضي، هنذهب مع بعض في جولة نكشف فيها عن بعض المحاليل المختلفة، هتستمتعوا جدا ونعرف إزاي بنقيس البي اتش أو الرقم الهيدروجيني لمجموعة من المحاليل. ووصلنا مع بعض للمختبر الافتراضي. انا هنا موجود عندي الاناء او الدورق او الكأس اللي انا بستخدمه لتعيين المحاليل، وهنا عندي المحاليل المختلفة، وكمان هنا عندي البي اتش ميتر او مقياس الرقم الهيدروجيني. طبعا انا عندي الجزء ده بيتحرك عشان اقدر احطه في المحلول واقدر اقيم واقيس الرقم الهيدروجيني واعينه لكل محلول. زي ما احنا عارفين وبنراجع، الأس الهيدروجيني أو الرقم الهيدروجيني عبارة عن تدريج من 0 إلى 14، ورقم 7 بيكون عندي المحلول متعادل. تعالوا نجرب الأول ونعين الرقم الهيدروجيني للماء. أبتدي هنا أضع بالقطارة الماء، زي ما انتوا شايفين بيملأ معايا لمقدار معين، يعني أنا مثلا هنا وضعت حوالي 200 ملي، 2/10 لتر يعني حوالي 200 ملي. أضع مثلا حوالي 400 ملي من الماء، مساحة تغطي اني اضع فيها المقياس. اضع المقياس، وجدت هنا انه قرأ البي اتش 7، اذن هذا المحلول اللي هو الماء محلول متعادل. تعالوا نجرب محلول تاني، ابعد الاول البي اتش ميتر وخلاص افرغ عندي الكأس من المحلول اللي موجود فيه من قبل، وابدأ اختار محلول اخر. مثلا هنختار هنا الحمض اللي موجود في بطارية السيارة، نضغط عليه وأبدأ بوضعه وفي الكأس بالنسبة اللي أنا محتاجاها. مثلا هضع هنا حوالي 300 ملي، وأضع المقياس، وجدت هنا أن المقياس الرقم الهيدروجيني اتغير وانتقل عندي وأصبح 1، معنى كده أن هو من الأحماض القوية جدا. ممكن ناخد مثال آخر، نختار مثلا وليكن القهوة أو ممكن اللبن. وضعت اللبن لحد معين وأضع مقياس البي اتش، وجد هنا قرأ إن هو 6.5، يعني مازال في إطار الوسط الحمضي، 6.5 قيمة البي اتش الخاصة باللبن. نجرب دلوقتي مجموعة من المحاليل اللي تصنف كقواعد. نبعد البي اتش ميتر وأفرغ الكأس عندي من السائل الأول وأختار محلول آخر. مثلا هنختار منظف الأفران وأملأ به الكأس،
وأقرأ القراءة، وجدت عندي مقياس الرقم الهيدروجيني ليه 13، معنى كده أنه بيصنف كأنه أقوى القواعد. ممكن نعمل حاجة إضافية، يا ترى هيحصل إيه لو خففت عندي القاعدة القوية بماء؟ شايفين هنا الصنبور دوت أو التاب دي بتحتوي على ماء، يا ترى لو خففت المحلول بماء هل قيمة البي اتش هتتغير؟ تعالوا نشوف مع بعض. احنا وضعنا تقريبا 400 ملي من منظف الافران في الكأس، هنضع 400 ملي اخرى من الماء. افتح هنا واضع الماء لحد ما اوصل ل 800، 400 زائد 400 يديني 800. لو فاكرين الرقم الهيدروجين الاول كان 13، دلوقتي اصبح 12.6، معنى كده ان القاعدية قلت واصبح دلوقتي المحلول البي اتش الخاص ليه 12.6. تعالوا نجرب دوت مع محلول حمضي. افرغ الكأس عندي من المحلول السابق وابدأ بوضع محلول حمضي، وليكن مثلا عصير البرتقال. ابدأ في وضع عصير البرتقال وليكن 100 ملي بهذا الشكل، 100 ملي يكفي. في البداية اقيس 100 ملي، بعد ما وضعت حوالي 100 ملي وقست في مقياس الرقم الهيدروجيني وجدت ان المحلول عصير البرتقال البي اتش له قيمته 3.5 او 3.5، معنى كده انه يصنف على انه محلول حمضي لانه اقل من 7. طيب لو ضفت لهذا 100 ملي اخرى من الماء، تعالوا نجرب ونشوف. وضعت 100 ملي اخرى من الماء واصبح عندي 200 ملي من خليط عصير البرتقال والماء، ونضع دلوقتي مقياس البي اتش ونشوف مع بعض قيمة المحلول. وجدت قيمة البي اتش عندي أصبحت 3.8، وهذا يعني أن درجة الحامضية قلت واقتربت من رقم 7. وبالطريقة دي أنا ممكن أختبر العديد من المحاليل وأشوف درجة التخفيف وأشوف مقياس البي اتش بيتأثر ولا لأ، وأضع جميع حساباتي وأدونها في دفتري، وكده بحصل على تجربة علمية افتراضية قربت لي كتير جدا مفهوم الأحماض والقواعد. أتمنى يكون درس النهاردة حاز على إعجابكم وأكون قدمت لكم فكرة جديدة. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.